بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم كجماهير بصرية معتصمين وباقين حتى تحقيق المطالب. هو احنا حقيقة احنا هاي السنين اللي فاتت وهاي قبل هاي الاعتصامات احنا كنا نطالب عمل، نطالب شوارع، نطالب مستشفيات. هذه اللحظة وهذا الوقت خصوصا انه هذه المتطلبات الحياة بعد ما نريدها. نريد دولة، نريد قانون يسود، لأنه قانون ماكو، دولة ماكو. أصبحت هذه الدولة بس للعصابات، أصبحت هذه الدولة بس للميليشيات، وأصبحت هذه الدولة بس للأحزاب. الأموال لهم، الوظائف لهم، المستشفيات لهم، المدارس لهم، كل شيء لهم. وأصبح المواطن هذا المسكين ليس له أي شيء في هذا الوطن. من 1 أكتوبر لحد هذه اللحظة هذه الثورة وهذه الاحتجاجات التي حدثت في العراق يعني كسرت جميع القيود الطائفية والحزبية والمذهبية. أصبح هناك عراق موحد من الشمال إلى الجنوب، عراق واحد لا يختلف عليه اثنان. رئيس
وزراء أن يكون عراقي خالص صرف، ليس لديه جنسيتان، واحدة أمريكية واحدة فرنسية واحدة إيرانية واحدة ما أعرف منين من منين. إحنا نريد عراقي مستقل، عراقي يحس معاناة شعبه، مو يجيبون لنا من الخارج. إحنا نريده من الشعب، وما نريده من الكتل مالتهم، ولا الكتل الأكبر ولا الكتل الأصغر ولا سائرون ولا فتح، نريده عراقي صرف. حقيقة عادل عبد المهدي كدمية من هذه الدمى. إحنا استقالة عادل عبد المهدي صحيح هي سقوط الهرم، لكن هناك أهرام، هناك سياسة، هناك دولة عميقة من الأحزاب، الأحزاب التي تسلطت على رقاب المسلمين. يعني إحنا ابتلينا بلوى منتخبناهم، يعني من 55 والقائمة 69، ما ينتخب كذا كذا، إيش حصلنا إحنا هنا؟ إحنا إيش حصلنا من الأحزاب الشيعية؟ إيش حصلنا؟ ما حصلنا، حصلنا بس الموت والجوع والقهر والمشتكى إلى الله، وشكرا. استقالة عادل عبد المهدي مثل ما تحدثت قبل قليل مع الإخوان، وأنت أعتقد سمعت الكلام ماله، هي لم تكن مطلب للشعب العراقي رقم واحد، وإنما كانت هي تحصيل حاصل. مطالب الشعب العراقي هي تصحيح العملية السياسية التي تمارس بالعراق، وذلك من خلال إقالة البرلمان الحالي الجديد وتعديل قانون مفوضية الانتخابات. فبالتالي نأمل أنه من بعد استقالة عادل عبد المهدي أن تكون موعظة البقية اللي موجودين على سدة الحكم، أن يعرفون أن الحكم غير دائم، أن حكم الدولة غير دائم، اللي دائم وجه الله، واللي دائم الإنسانية، اللي دائم الأخوة والترابط ما بين الناس، وهذه مراحل يمر بها الإنسان، اليوم يكون في سلطة وغدا خارج السلطة، فبالتالي يعتبر نفسه هو ذاهب إلى الله اللي خلقه، فبالتالي أن لا يجب أن لا يكون ظالم ولا ينساق هاي أكد عليها إلى أوامر الظالمين، إلى أوامر الظالمين. فإحنا إن شاء الله نعمل خيرا بالأيام القادمة. هسه خوب هو الشعب من طلع يرفع أعلام العراقية ويرفع وردة بيمينه، أما إذا كانت الحكومة تمتلك قوات مسلحة فإحنا نعلم أن الله يمتلك ما لا يمتلكون، فبالتالي لكل حادث حديث. ذاك الوقت في حالة من الشعب العراقي هو مو شعب أجرد، لا، الحكومة أساسا جربت لما مرت بال 2014 بتلك المشكلة اللي جيوشهم هي أساسا قدام انهدت، شافوا موقف الشعب العراقي وعشائر الشعب العراقي. فاليوم يقول المثل ما يقول لك احذر ثورة الكريم إذا غضب الشعب العراقي، كل شعوب العالم تعتبر الشعب الكريم رقم واحد بالعالم. صح أنت اليوم العراقي تقدر تحكي وياه، تقدر تتجاوز وياه، ما طولك أنت حاليا على أرضه وبين يديه، بس إذا تجاوزت الحدود وياه إلى مرحلة، لا، ما أعتقد الشعب العراقي راح يظل مكتوف الأيدي وينظر. لكل حادث حديث، تشوفنا ناس سلميين أمامك حاضرين هنا، سيارة نجدة وسيارة من نواكم الحكومة، إحنا ناس سلميين جايين طرقدوا من لنا. إحنا نريد واحد اليوم نلقاه في شوارع ذي قار يتجول، وغدا في بغداد، وبعدها بالموصل، ومن ثم في الفلوجة، ومن ثم في البصرة. إحنا نريد هكذا شخصية، يعني يتجول سواء كان سرا أو علنا، يتجول يحس بمعاناة الشعب، يحس بمعاناة الشعب العراقي. أريد واحد لمن يشوف المرأة العراقية بالترافيك لايت تستجدي مثل ما جاي يصير حاليا، تسقط دموعه وما يقبل إلى هذا الموقف. أريد واحد لمن يشوف الشاب العراقي في ملابس ممزقة وواقف كاظبيبان الدوائر يرفض هذا الشيء، يرفض رفض قاطع. احنا هذا اللي نريده، نريد ابن العراق يحكم العراق، يحس بمعاناة الشباب العراقي بالذات. احنا هسه حاليا وصلنا إلى مرحلة من العمر، ما نقول كبار كلش ولا نقول صغار، في المرحلة المتوسطة بين العمرين، بس عندنا هذه الشباب، اريد من واحد شخص يحس بيهم، يضمنون مستقبلهم، يضمنون حياتهم، يعيش حياة كريمة. شنو فرق الشاب العراقي عن الشاب الكويتي او القطري او السعودي اللي كل سنة يسافر لسفرة سفرتين وثلاثة ويدرسون بالخارج؟ بالعكس، الشاب العراقي شاب نشمي وشجاع، واثبت نفسه بالساحة العراقية. اليوم العراق اللي ناداه اول من ذهب، واول من قدم دمه، واول من عاد اجزاء العراق للعراق. احنا بقية الدول الحمد لله والشكر لحد الان ما مجربينهم، بس الشاب العراقي شاب مجرب وواعي وفاهم، وشبابنا عندهم غيره. الرحمة والخلود لشهداء ساحات التظاهر في عموم العراق. نعقد هذا المؤتمر في محافظة البصرة، من ساحة تظاهرات محافظة البصرة أو ساحة البحرية،
المؤتمر يشمل كل المتظاهرين المتواجدين في الساحة من شيوخ عشائر وسادة ووجهاء وطلبة ومجتمعات منظمات المدنية وكل الفئات. إنما يحصل في العراق اليوم ثورة بكل أبعادها، ثورة تغيير شامل في الرئاسات الثلاثة وتغيير القوانين ومفوضة انتخابات. الحالة الأخرى نؤكد أن هذه الانتفاضة هي سلمية بكل أبعادها، سلمية بحيث أننا قارنا هذه الانتفاضة ونظافة هذه الانتفاضة أكثر نظافة من كل ثورات العالم. ما حصل في فرنسا انتفاضتهم تسمى ذول سترات صفراء، أحرقوا عشرات السيارات في باريس، وباريس عاصمة راقية، لكن في ساحات تظاهر السلمية واضحة جدا من أعمار وتنظيف وتثقيف، وكانت الجماهير واعية جدا حتى لمطالبها. من ضمن مؤتمرنا نطالب بإعداد مؤتمر العفو إعداد قانون انتخابات وفق دوائر متعددة، انتخاب فردي. نصبنا موكب هنا نخدم به المتظاهرين، واحنا بهاي الفترة من ديك الفترة من يوم 25 لحد هذا يوم نخدم ومستمرين ومعتصمين ويا المتظاهرين. بالنسبة للدعم مع الموكب احنا بيناتنا نلتم كمجموعة شباب المعقل نجمع مبلغ من المال ونجيب به احتياجات الموكب من شاي وشكر بيناتنا ونسد بيها الموكب بيها، ومرات تجينا دعم من الخيرين، الدعم بسيط نحاول هم نسد بيه شغلات الموكب. احنا اغلب شيء نقدمه الشاي مستمرين فيه من 7 الصبح نقدمه لحد الساعة 12 بالليل الى شفتين، من 7 الصبح لحد الساعة 2 الظهر، انه بيبدي الشفت الثاني من 4 العصر لحد 12 بالليل، ومقسمين يعني الشباب النص يجون شفت صباحي والنص يجون شفت مسائي، ويصير تبديل بيناتنا الساعة 3 العصر. باسمي واسم المتظاهرين البصرة نشكر قناتكم الكريمة الموقرة نقل الحقيقة ونقل الأحداث البصرة للعالم، علم العالم يشوف أحداثنا يشوف المتظاهرين. احنا سلميين ما نملك بس العلم العراقي، مطالبة حقوقنا وحقوق المتظاهرين البصرة كلها، واسنادا إلى بغداد، يعني احنا إنسان بغداد وإنسان كافة المحافظات، ما نطالب أشياء شخصية خاصة بينا ولا ما نطالب تغيير واقع نظام فاسد استولى على البلد بحكم السلاح، حكم أجندات خارجية دولية كأمريكا وإيران احتلوا البلد عن طريق هاي النفوذ السياسيين الفاسدين، وللعراق أغنى بلد بالنفط، ثالث دولة بالذهب، اليورانيوم، بالغاز الطبيعي، جميع الموارد الموجودة بالعراق، والشعب العراقي أكبر هسه الشاب، هذا الشاب أو هذا الشاب يا دورة بتقب جيب بلد دينار، ليش؟ يعني عليها ليش؟ شنو الأسباب؟ كل ساكن، أعطينا مهلة للسياسيين والبرلمانيين، 16 سنة أعطيناهم مهلة، يعني ماكو أي فائدة، بس حقوق لهم وامتيازات خاصة وجواز دبلوماسي مدى الحياة هو وعائلته وسفر وكافة وسائل الراحة إلى موفرة، بس الشعب محروم من أي شيء، محروم من كافة وسائل، محروم. أنا فرد نقطة أحب خلال قناتك الكريمة تنقلها للعالم، يعني عندنا شهداء اللي استشهدوا هنا عندنا إخواننا، يعني حد الآن ورقة ما شاء الوفاة ما يطونه ورقة وفاة، وإذا طوى ورقة وفاة هو مضروب طلقة برأسه، يكتبوه للدهس، صعقة بالكهرباء مثل الكهربائيين، يعني هو استشهد هنا شهيد، انضرب برأسه وانضرب وقسم داسه عليهم بالسيارات، فحد الآن ما طوى، إذا يطون الجثة لأهله يأخذون تعهد عليهم ويتنازلون عن حقوقه، يعني هيك وصل بهم مرحلة. لو كانت حكومة نزيهة وصادقة وشريفة ومن رحم الشعب، يعني عراقيين الجنسية ما يسوون هيك شيء، يعني ماكو بلد حكومته تقتل بشعبها بالكاتم الإعلامي
الصحفي الناشط الناشط المدني المسعف تقتله بالكواتم والخطف تخطفه تقول الخطف هذا ورا سبعة ايام الدوله يقول افرجنا على المعتقلين زين هذا خطف اذا هم الدوله نفسهم قاعد يخطفون الاحزاب بس احب ابشرك وبشر العراقيين ماكو انسحاب لا هنا بالبصره ولا باي محافظه الا تحقيق الضرب مطالبنا واضحه اختيار رئيس وزراء من الشعب عراق الجنسيه وان يكون بالشعب من الشعب عايش بالعراق ما عنده مزدوج ولا ينتمي لاي حزب لا ينتمي لا بصوره عامه احكي لك اياها لا اقول لك دول خارجيه لا هاي هم دولتين متحكمه بالعراق هي امريكا وايران يعني لا ينتمي لامريكا ولا ينتمي لايران ينتمي للشعب اول طلب عندنا احنا محاسبه القتله اللي قتلوا المتظاهرين هذا اول شرط عليه يعني حكومه عادله وتعطي حصه للشعب من خيراته اما بالاختيار بالنسبه لاختيار الحكومه الحاليه برهم صالح رئيس جمهوري اختار محمد الشيع السوداني بما يسمى محمد الشيع السوداني ايش تسميك اياه رئيس وزراء هذا مرفوض يعني واليوم تماس كهربائي المسيبية بالعمارة احترق بيت يعني هذا صورة واضحة توصل للحكومة موافقته بأن يعطي كان الأكراد أهم شيء كانوا يتوقعون حصتهم 17% فهذا السوداني من هسه وقع لهم على 20% واكو اخبار عندنا موثقه 25% فوافقوا عليه يصير رئيس وزراء يعني ياخذه هو الشعب ما رايد هو رئيس جمهوريه ما رايدين احنا رئيس جمهوريه ما نريده البرلمان ما نريده احنا العراقيين يعني كيفهم يختارون حزب الدعوه الباحث قدم استقاله ما صار 16 سنه بحزب الدعوه استلم 20 منصب شنو قدم مناصبه شنو قدم للشعب اي شيء ما قدم للشعب يصير رئيس وزراء يعني معناته راح يبيع العراق مزيد من الدم بعد راح يصير حمامات من الدم معروفين حزب الدعوه من نور المالكي للسبايكر والاستقلاويه والفقاعات والاباده الجماعيه يعني هاي انجازات حزب الدعوه شنو فراح السودان راح يكمل مسيره المالكي ويكمل مشروع قاسم سليمان بالعراق احنا كمتظاهرين طلعنا على مود بالبدايه نحقق اللي يتمناه الشعب واللي يريده الشعب كاي شعب ثاني بدول الخليج او اي دوله ثانيه بس بعد اللي صار والشهداء اللي صارت ما نطلب باي شيء غير دم الشهداء وحق الشهداء هذا الشيء الوحيد اللي يريده اي متظاهر اليوم باي ساحه موجوده بالعراق غير هذا الشيء وتحقيق اللي يردون الشعب واللي يريده الشعب وكرئيس وزراء يريد الشعب ما راح نرجع للبيت مهما يكون واهم شيء عندنا بالوقت الحالي لا رئيس وزراء ولا اي شيء اهم شيء عندنا نحقق دم الشهداء اي واحد قتل الشهداء يتحاسب ويدفع المسؤوليه هذيك الساعه يريد يجي رئيس وزراء يتحكم الشعب ويريد الشعب ويكون مسؤول امام الشعب عن كل اللي فات ومو يجي يقول والله احنا اللي فات وزمن صدام حسين وزمن شيء صدام حسين راح صار له 16 سنه وهم كل شيء ما سووا احنا نريد واحد يجي يكون قد المسؤوليه حاليا مو قد المسؤوليه لا يجي احسن له ولا يجي يقول ها غير يسوي شيء ما لنا دخل بغيره يقدر يسوي اهلا وسهلا ما يقدر لا يجي غير هذا الشيء ما حد يرجع من اي متظاهر ما يرجع البيت اللي رشحوهم كلهم هم اساسا كلهم من الاحزاب ومن الكتل مال الاحزاب فكلهم ما يفيدون وكلهم اساسا مشاركين سواء كان من البصره ومن غير البصره يعني انت تعرف اكو رئيس وزراء حاليا من البصره فكلهم اللي موجودين حاليا ما يفيدون لانهم اساسا يعني مو بيدهم اي شيء ما بيدهم لان عندهم كتل سياسيه اللي تحكمهم مو بيدهم فاي واحد حاليا من ضمن الموجودين بالكتل السياسيه ما يفيد يعني طبعا احنا متظاهرين من يوم 25 والحد هذا اليوم وان شاء الله هاي الشباب كلها ما حد يروح من ساحه الاعتصام وباقين لحد ما تزيل هاي الحكومه الفاسده ان شاء الله بعقوة الحسين ان شاء الله تنزال هاي الحكومه الفاسده احنا طبعا ما رشي طلعنا ما لا مخربين ولا مندسين ولا اردنا نخرب اي شيء وممتلكات العامه هاي الشباب اكو واحد جالس ما حد جالس ممتلكات العامه بالعكس جاي يصبغون الشوارع جاي ينظفون هاي الشباب كذا جاي تنظف التبليط ويصبغون الشوارع والفلك يرتبوهن وصبغوهن احسن مما سووا الدوله الدوله 13 سنه فلك هاي هنا ما مسوينها هم المتظاهرين هسه سووها هاي صاير من 2003 لحد 2019 هم اي شيء ما مسوين شارع ما ينظفون بلديه ماكو هاي الشباب المتظاهرين هم جاي يسوون تنظيف والفلك والشوارع والصبغ كل هالمتظاهرين سووها من 2003 لحد هذا اليوم الشباب واحنا شبابنا ما لا مخربين ولا شيء واحنا ما نطالب الحكومه بشيء اريد تعيين
عيشه زينه، وهاي الشباب ان شاء الله كلها كلها طلب تعيينها الشباب. احنا ما عندنا اسماء مرشحه، ولكن ساحات التظاهر واكد لك تاكيد 100% توجد شخصيات بارزه وكفاءات وقدرات لقياده هذه المرحله، ولكن الظرف الحالي لا يسمح ان تعلن اسماء لانها تختطف او تقتتل، وكلنا نعرف وانتم جهات اعلاميه ترون يوميا ونرى على ساحات التواصل الاجتماعي التهديدات والاغتيالات بدون وجه حق. حقيقة المسؤول الأول على قتل المتظاهرين هو مسؤول اللجنة الأمنية محافظ البصرة وقائد عمليات البصرة ومدير شرطة البصرة ومدير قوة الصدمة، لأن هم ذول مسؤوليتهم حماية المواطن والمتظاهر، فنحملهم المسؤولية الأولى والأخيرة في قتل وقمع المتظاهرين. حقيقة هناك شخصيات كثيرة، ولكن مطالب الشعب لما خرجوا بالمظاهرات مطالبهم أن يكون صفات رئيس الوزراء القادم أن يكون عراقي الجنسية لا يحمل جنسيتين، وأن يكون عراقي شريف أصيل من داخل العراق. فأكو عندنا كفاءات، ناس كفاءات موجودة داخل العراق، أكو موجودين ناس نزلت ساندة المتظاهرين في ساحات التظاهر في كل المحافظات ليس البصرة فقط، عندنا كفاءات موجودة ومغيبين أساسا، لأن حكم الأحزاب هيمنت على الشارع، فما يعني المستقل ما يحصل أصوات، لأن مزاحمين جماعة الأحزاب. كلما عقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم. أخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الشعب العراقي العظيم، باسم شهداء وأبطال انتفاضة تشرين المباركة، في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة التي يمر فيها بلدنا العزيز من تغييرات سياسية وما يحصل فيها من تغييب وتزييف متعمد للحقائق، وبناء على توجيهات المرجعية الرشيدة
في خطبها السابقة والتي أكدت فيها على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وعدم الرجوع للتسويب حتى تحقق هذه المطالب. نحن أبناء سادة وشيوخ ومثقفين وأكاديميين وكفاءات وإعلاميين وناشطين وطلبة وشباب ونخب نجتمع اليوم تحت راية العراق العظيم لنعلن للعالم ما يلي. أولا إن ما حصل في العراق اليوم هو أبعد ما يكون عن التخريب أو الخروج عن القانون، بل هو انتفاضة لتصحيح عملية سياسية مخطوفة استمرت 16 عاما ولا زالت تتخبط في الخطأ، الأمر الذي يهدر الثروات والأموال ويضعها بيد حفنة من اللصوص والمنتفعين وخونة الأرض والعرض. إن ما يحصل في العراق اليوم هو انتفاضة على الفساد بكل صوره وأشكاله. ثانيا نطالب الجهات المسؤولة بالتمييز بين المتظاهر السلمي الذي يخرج مطالبا بحقه تحت سقف الدستور وبين المندس الذي يلجأ للتخريب كي تذهب المظاهرات إلى الاصطدام بين المتظاهرين والشرطة، والأولى بالقوات الأمنية حماية التظاهرات من مثل هؤلاء القتلة، وليس اتخاذ هذه الأعمال الجبانة كذريعة لتفرق التظاهرات بالقوة المفرطة. ثلاثة في الوقت الذي ستستمر فيه التظاهرات فإننا نؤكد هنا على أن التظاهرات سلمية تخرج تحت سقف الدستور العراقي، وإن من يسقط فيها هو ليس بقتيل ولا ضحية، بل هو شهيد ثورة الإصلاح بذل دماءه كي يحظى أبناء العراق بمستقبل أفضل. رابعا كما ندين ترهيب واغتيال المتظاهرين واعتقال الناشطين دون أوامر قضائية أصولية، خمسة نؤكد على التظاهرات في محافظة البصرة السلمية هي الامتداد الحقيقي لجماهير ساحة التحرير في بغداد والحبوبي والذقار والصدرين في النجف والتربية في كربلاء.